ما شاء الله نظر واحد الموضوع مهم جدا، واحد الموضوع ديال واحد الفئه من المجتمع الا وهما العمال والعاملات المغاربه اللي كانوا خدامين داخل السبته. كما كنعرفوا كاين ما يقدر ب 1200 ولا 1500 ديال العمال والعاملات اللي كانوا خدامين داخل السبته بطريقه شرعيه وبشكل رسمي، وكان عندهم يعني مسجلين في صندوق الدعم الاجتماعي ديال السبته، يعني كيتمتعوا بجميع الحقوق ديالهم والواجبات ديالهم داخل المدينه. فهاد الناس هادو دوزوا، كاين اللي دوز 40 سنه، كاين اللي دوز 30 سنه، توتال دوزوا حياتهم كلها خدامين داخل السبته بالواجبات ديالهم. فنهار اللي جات كورونا طبعا واحد الطائفه بقات في المغرب وطائفه اخرى بقات داخل السبته. فاللي بقوا داخل المغرب بقوا حاصلين، واللي بقوا داخل السبته بقوا كذلك حتى هما عالقين. فشنو وقع؟ من بعد ملي تفتحت كورونا وتفتحت الديوانه رجعت فيزا شنغن مفروضه على جميع الناس. فهاد الناس اللي بقوا حاصلين داخل المغرب ما قدروش يدخلوا للسبته باش يسولوا الوضعيه ديالهم الاجتماعيه وباش يدافعوا على الحقوق ديالهم اللي انقطعت بمجرد ما خرجوا من مدينه السبته. دابا هاد الناس اللي بقاو حاصلين هنا في المغرب تقريبا واحد 1000. حنا كجمعيه ديال المستهلكين في اسبانيا وعندها فروع في كل المدن وعندها فرع ديالها في السبته، هاد الجمعيه هذه كتدافع على الحقوق ديال هاد العمال والعاملات، فكرت انها تقدم واحد الرساله الى الحكومه المحليه ديال السبته والحكومه المركزيه ديال مدريد وكذلك الى السفاره المغربيه في مدريد. وعليه فاننا جمعنا الى حد الان تقريبا اكثر من 500 اسم من هذه الاسماء والمعطيات ديال هذه العاملات والعمال اللي بقوا حاصلين داخل المغرب بالنيابه يعني عنهم. اعطونا واحد التفويض باش نهضروا عليهم داخل هذه المؤسسات الاسبانيه باش على الله يجبروا لهم شي حل للحقوق ديالهم. وكذلك كاين طائفه كبيره اللي بقات حاصله داخل السبته، تقاضى لهم الباسبور ديال المغرب وبقاو حاصلين تما، ما يقدروش يخرجوا يجددوا الباسبور ديالهم، لان الا خرجوا المغرب يجددوا الباسبور ديالهم ما يقدروش يرجعوا للسبته بحكم الفرض ديال فيزا شنغن. وعليه فانهم بقاو حاصلين تما وطائفه حاصله هنايا، وهذا الشيء هذا كامل بسبب الفرض ديال الفيزا اللي كنتمنوا انها ترفع في اقرب الاوقات. اذا على كل حال اللي كاين دابا هو اننا كنجمعوا هذه الامضاءات وكنجمعوا هذه الاسماء يعني والمعطيات والبطائق العبور ديال هذه النساء باش نقدموا هذه الرساله هذه، هذا الملتمس هذا للجهات المختصه في الادارات الرسميه الاسبانيه من اجل ايجاد حل لهذه الشريحه من المجتمع اللي بقات هنا في المغرب عاله على الناس، عاله على المجتمع، وعندهم سيغرو ديالهم، عندهم اموال ديالهم، عندهم يعني ما يستحقونه داخل مدينه السبته. اذا هذا هو الخلاصه، كنشكركم جزيل الشكر على الاهتمام ديالكم وعلى ايصال هذه المعاناه هذه الناس للراي العام الوطني والمحلي والدولي، وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.